أول مرة تنزل إلى ساحات الحرم فترى الحرم من الخارج ثم يخفق قلبك ثم تدخل إلى الحرم ثم ترى الكعبة؟ صراحة هذا السؤال أنا أسأل كل من يرى الكعبة، لأن سبحان الله حتى السؤال هو جميل. إيه صراحة السؤال جميل، لأن حقيقة هو يعني شيء يشعر كل سبحان الله كل مسلم. وحقيقة يعني كل مرة أنظر للكعبة وأنا أفرح سبحان الله، يجي سبحان الله في قلبي فرح. من أين؟ الله أعلم، لكن جمالها لا يصف سبحان الله. كيف يعبروا عليه بالإيطالية الفرح الشديد؟ بليسيمو. هيدو شيخ؟ بليسيمو. ما في مشكلة شيخ، إيش رأيك نمسح عن بعض؟ أسلم تفضل. فهو حقيقة يعني مشهد جميل جدا، يعني تشوف هذا المكان، مع أن ممكن إنسان يقول شيء بسيط، لكن حقيقة ليس ببسيط. صدق. لأن هذا بيت الله. فمع أنه سبحان الله يعني تشوف ليس كلا فيه بيوت مزخرفة وكذا، لكن سبحان الله الكعبة والله لها أثر سبحان الله لا تستطيع تصفه. سبحان الله، يعني يدخل شيء في قلبك سبحان الله. فكما شعرتم أنتم كلكم هي آية من آيات الله. أي سبحان الله، يعني هذه المشاعر التي تقع في قلب المسلم هي ليس أمرا دنيويا، هو أمر يعني يدل على 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 آية من آيات الله، أن هذا البيت هو بيت الله، أنه قبلة المسلمين. سبحان الله، جعل الله هذه المحبة. ما هو الأفئدة؟ نعم، ما هو أفئدة المسلمين كلهم؟ فهذه آية لا يستطيع الإنسان. لكن أنا دائما أتذكر أنه كلما يعني وصلنا إلى 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 المكان الذي يكشف لنا الكعبة، أنظر يمين ويسار أجد كل جميع المسلمين فيهم دهشة، وأتيقن أن هذا هو أول مرة ينظر، هذه أول مرة تنظر، لأني أجد البكاء، أجد بكاء من بعض الموجودين، أجد الوقفة، أجد الدهشة. فهذا الجميع، المشاعر هذه ترى عن جميع المسلمين. نعم، احنا هذه المشاعر الجميلة وانت على قناة المجد الجميلة نريد أن نوصل رسالة بالإيطالية حول مشاعر الحج. الإسلام دعوة إلى التوحيد، هذه كاميرتك تكلم بالإيطالية، يعني كأنك تخاطب إيطالي تريد أن تبين له سماحة هذا الدين وشموله وكماله. وكذا نأخذها بعدين بالفرنسي إن شاء الله. يعني أصف له يعني جمال هذا الدين، جمال هذا الدين، يعني تحببه فيه كما هو حبيب جليل، كما أنزله أراده رب العالمين. كاري سبيتاتوري، voglio parlarvi di qualcosa di che è meraviglioso, molto meraviglioso, che ho provato nella mia vita. Sinceramente questo è l'Islam. L'Islam, questa religione che Allah subhanahu wa ta'ala ha scelto per i suoi servi. Il cuore è un organo, che Allah subhanahu wa ta'ala ha creato, pieno di sentimenti. E nonostante la persona cerca di sfamare questi sentimenti, non ci riuscirà finché non farà entrare nel suo cuore questa parola che è la ilaha illallah. Non c'è nessun Dio all'infuori di Allah e nessuno merita di essere venerato se non Allah subhanahu wa ta'ala. Quando questa persona farà entrare questa parola nel cuore, veramente capirà cos'è la felicità in questa vita. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيكم. يقول أنه هذا دين الإسلام، دين الوسطية والاعتدال والشمول. ترجمة حين أنت تريد الترجمة؟ يعني بس أنا أقول لك إنسان طيب هذا. أنا قلت لهم يعني مشاهدين الكرام، أريد أن أتكلم بشيء جميل في هذه الحياة، ألا وهو الإسلام. والقلب هو يعني عضو خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو يحتوي على مشاعر، ولا يمكن هذا القلب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يعني